السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب سنة أولى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. إن شاء الله هنكمل مع بعضنا بقية الأناتومي بتاع الأبر ليمب. محاضرة دلوقتي اسمها البريكيال بريكسس. ايه ده البريكيال بريكسس دي؟ بص يا سيدي، احنا في الأبر ليمب ناخد عضلات، وفي كده محاضرة أو محاضرتين هنتكلم فيهم عن النيرفات، تمام؟ الأعصاب اللي بتغذي الايه؟ الأبر ليمب ده، تمام؟ طيب، ففي حاجة اسمها البريكيال بريكسس دي المسؤولة عن تغذية الأبر ليمب بالأعصاب، تمام؟ طيب، المحاضرة دي طول ما انت بتسمع كده تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، عشان اللي بيحصل، تمام؟ ففيها اسامي كتير ومحتاجة حفظ كتير قوي، وفي نفس الوقت محتاجة فهم. فهي محاضرة ايه؟ هتلاقيها ممكن سنة تبقى اصعب عليك من العضلات شوية، عشان النظام بتاعها غريب. نظام العضلات احنا خدنا عليه اوريجين وانسيرشن واكشن ونيرف سبلاي. طيب هنا بقى انا عايز اعرف النيرف اللي بيغذي العضلة طالع من انهي روت في السباينال كورد، وحوار كده. فتستعين بالله وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واحاول اعيد معاك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لحد ان شاء الله ما نطلع من المحاضره حافظينها. محاضره وقتها يبقى طويل شويه، غالبا هيعدي ال 50 دقيقه. فهات يا عم كوبايه قهوه، وهات لك كده شوكولاته وحاجه حلوه، واسمع وانت ايه متمزج، وهات ورقه وقلم عشان تكتب ورايا، عشان ايه ما تضيعش على نفسك ايه وقت، تمام؟ طيب استعينوا بالله وصلوا على النبي كام مره عليه الصلاه والسلام. طيب محاضرة دلوقتي عنوانها البريكيال بريكسس، أنا حتى ما كتبتش العنوان. طيب عنوانها الإيه؟ البريكيال بريكسس. طيب إيه بقى قصة البريكيال بريكسس؟ كلمة بريكيال إحنا من أول العنوان أهو، تمام؟ طيب بريكيوم يعني أبر ليمب، بريكسس يعني شبكة من الأعصاب، فقال لك إن دي شبكة من الأعصاب بتغذي منطقة البريكيوم اللي هي الأبر ليمب. يبقى إحنا كده فهمنا معنى العنوان، بريكيال بريكسس شبكة من الأعصاب بتغذي مين؟ الأبر ليمب. ماشيين ايه تاتا تاتا اهو. طيب انا عاوز افهم القصه من البدايه خالص. في دكاتره ممكن ايه تدخل مثلا الكليه تلاقيه نط معاك لنص الموضوع كده، وقال لك في حاجه اسمها فينترال ريماي، والابر ليمب دي بتطلع من الفينترال ريماي، ولا انت فاهم يعني ايه فينترال ولا فاهم يعني ايه ريماي، تمام؟ طيب فبص كده للايه، للرسمه دي. الرسمه دي يا سيدي بتاعت السباينال كورد، الحبل الشوكي. اكيد انت شفت الرسمه دي قبل كده في الثانويه مثلا. طيب فانا لو خدت كده قطاع عرضي كات سيكشن في السباينال كورد، هلاقي ان في منطقتين، منطقه اسمها وايت ماتر ومنطقه اسمها ايه؟ جراي ماتر، تمام؟ منطقه اسمها وايت ماتر ومنطقه اسمها جراي ماتر. لو انا لونت كده المنطقه اللي عامله زي الفراشه دي، دي الايه؟ الجراي ماتر اللي جوه دي، دي منطقه الايه؟ الجراي ماتر. والجزء اللي بره ده هو الايه؟ الوايت ماتر. بس دي عايز الونها لكم كده، دي الايه؟ الجراي ماتر. طيب الجراي ماتر متقسمه، او منطقه الفراشه كده اللي اسمها جراي ماتر دي، ليها دورسال روت وفنترال روت. فنترال ايه؟ روت، تمام؟ طيب يعني او دورسال هورن وفنترال هورن. يعني ايه كلمه هورن؟ يعني قرن بالظبط كده، مش هي شبه القرن كده؟ قرن طالع من ورا فسميناه دورسال هورن، وقرن طالع من قدام اسمه فنترال هورن. طيب هتقول لي يا دكتور انا عاوز افهم ليه المنطقه دي اسمها جراي ماتر، يعني رمادي غامقه، والمنطقه الثانيه اسمها وايت ماتر فاتحه؟ هقول لك يا سيدي، بص السباينال كورد ده كله عباره عن اعصاب. من الاخر اي حاجه، اي شلل في جسمك، يا اما المسؤول عنه حاجه في البرين اتضربت، يا اما غالبا بتبقى حاجه في السباينال كورد. يعني انا كده وانت واقف في المستشفى هتلاقي ان في مثلا عيان وقع على ظهره، تمام؟ او وقع على رقبته. في عيان كان جاي لنا كده، كان راكب مرجحه مع انه شاب كبير بس كان بيلعب. طب فكان راكب مرجحه اللي هي بتروح وتيجي دي، فقام وقع على ظهره من المرجحه دي. المهم ان هو ما قدرش يقف على رجله، وما قدرش يقعد حتى. ففضل ايه؟ نايم، سايب كده، جسمه ساب كانه اتشل بالظبط. عارف انت الطفل اللي بيرضع مش قادر يتحرك؟ اه هو بالظبط بعد ما وقع نفس الموضوع. فالمهم اصحابه كان جايين شايفينه كده، طبعا هو مش قادر وعمال يعيط، انا مش قادر احرك ظهري، ايه اللي حصل في ظهري؟ تمام؟ طيب فاحنا طبعا نايمناه، وبعد كده اتصلنا بدكتور المخ والاعصاب ينزل من فوق. ما ينفعش اي دكتور تاني يبص عليه. ليه؟ لان كده العصب اتضرب، الاعصاب بتاعته اتضربت. طب انهي اعصاب؟ الدكتور بتاع المخ والاعصاب على طول بيطلب أشعة مقطعية على الحبل الشوكي. والمخ طبعًا أشعة مقطعية على إيه؟ على الحبل الشوكي. عشان غالبًا الوقعة دي
خلت الفقرات تضغط على الحبل الشوكي، فغالبا حصل قطع في الحبل الشوكي او ضغط عليه من حته فضغط على الاعصاب فما بقاش قادر يتحرك. يبقى انا فهمت ان اساس الحركه دي كلها جاي من الاعصاب اللي موجوده فين؟ في الحبل الشوكي اللي موجود جوه العمود الفقري ورا، المكون من فقرات. الحبل الشوكي بيبقى محفوظ جوه العمود الفقري. طيب لو الفقرات دي الواد ده وقع على رقبته، والفقرات مثلا بتاعه اللي هي العنقيه دي اللي هي السيرفايكل فيرتيبرا ضغطت على الحبل الشوكي كده، تمام؟ الضغط الفقرات العظم دي ضغطت على الحبل الشوكي، فايه اللي هيحصل؟ الحبل الشوكي هيتضرر، وبالتالي الاعصاب اللي طالعه منه دي هتتضرر، فبالتالي الراجل ده غالبا هيفقد حاجه من الحركه، يا اما رجله هتتشل، يا اما مش عارف ايه، مش هيقدر يحركه ظهره، مش هيقدر يحركه، المهم هيحصل فيه فقد معين في الحركه، تمام؟ يبقى دي القصه كلها. يبقى الحبل الشوكي في منطقتين، منطقه جراي ومنطقه ايه؟ وايت. طب انت برضو ما قلتلناش ليه دي جراي وليه وايت؟ هقول لك، انا عندي النيورون زي ما انتوا خدتوا في الفسيولوجي معايا، النيورون ده اللي هو الوحده العصبيه اللي هي النيرفس، الخليه العصبيه. انا عندي الخليه العصبيه دي ليها سوما، جسم من قدام، وليها اكزون اللي هو الحبل اللي اتفقنا بقى اللي هو بيبقى مغطى بمايلين، وفي نوع مش مغطى والكلام ده. المهم ان جسم الخليه العصبيه نفسه بيبقى موجود في الجراي مطر، عشان جسم الخليه العصبيه بيبقى لونه غامق شويه، فجسم خليه عصبيه جنب جسم خليه عصبيه، فبيخلي المنطقه دي منطقه رماديه، منطقه لونها جراي رمادي. طيب لكن الاكزون الطويل اللي هو الفاضي بيبقى موجود جوه الوايت مطر، يعني كده جراي مطر فيها هنا فيها هنا سوما بودي جسم الخليه العصبيه، فبتبقى منطقه جراي غامقه، والاكزون اللي هو الحبل الرفيع بيبقى طالع في الوايت مطر، عشان كده بيبان فاتح. يبقى انا بفهم القصه من البدايه خالص، اتفقنا ان عنوان المحاضره بريكيال بليكسس. بريكيال ايه؟ بليكسس. يعني ايه كلمه بريكيال بليكسس؟ يعني بليكسس شبكه من الاعصاب بتغذي منطقه البريكيوم اللي هو الابر لمب، الطرفين العلويين بتوعك الابر لمب. طيب جايه منين شبكه الاعصاب دي؟ جايه من السباينال كورد. يعني ايه يا دكتور سباينال كورد؟ يعني حبل شوكي اللي متشال جوه العمود الفقري اللي هي الفقرات اللي مكونه من عظم عشان تحمي الحبل الشوكي. الحبل الشوكي شكله عامل ازاي؟ خدت فيه قطاع ارضي وبصيت عليه، لقيت فيه منطقه شبه الفراشه كده، قرنين ناحيه ورا وقرنين ناحيه قدام، اسمها جراي ماتر. القرنين اللي ورا اسمهم دورسال هورن، دورسال يعني في الباك في الخلف، وفنترال هورن القرنين اللي قدام. طيب ليه دي جراي وليه وايت؟ جراي يا سيدي عشان مكونه من الجسم بتاع الخليه العصبيه، والثانيه وايت عشان مكونه من الاكزون بتاع الخليه العصبيه. الكلام ده عليك مش عليك، لكن عشان تبقى فاهم القصه من بدايتها. طيب يا شباب، بعد كده بقى اللي هو الدورسال هورن والفنترال هورن، كل واحد فيهم بيطلع روت، يعني جذع كده، جذع من الاعصاب. فطبعا اللي طالع من الدورسال هورن بيبقى اسمه دورسال روت، دورسال روت، والتاني فنترال روت. الدورسال روت والفنترال روت الاثنين بيتحدوا مع بعض وبيكونوا لي حاجه اسمها المين ترانك اوف سباينال كورد، يعني الناتج عن اتحادهم ده اسمه مين ترانك، يعني الجذع الاساسي بتاع الايه؟ السباينال كورد، مين ترانك اوف سباينال كورد، تمام؟ طيب المين ترانك ده بيطلع حاجتين، حاجه اسمها فنترال ريماي اهي، فنترال ريماي، والتاني دورسال ريماي، طلع فرعين دورسال ريماي وفنترال ريماي. فنترال ريماي يعني ايه؟ ريماي دي يعني حته كده بتطلع من المين ترانك بتاع السباينال كورد. طيب الفنترال ريماي دي بقى يا سيدي هي اللي بتكون لي مين؟ البريكيال بليكسس. الفنترال ريماي مثلا بتاعت سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وتي 1. الفنترال ريماي بتاعت كل دول السيجمنت بتاعت الحبل الشوكي دي اسمها سيجمنت بتاعت الحبل الشوكي، لما اقول لك مثلا سي 5 سيجمنت، سي 6 سيجمنت، تمام؟ يعني اجزاء الحبل الشوكي متقسم لسيجمنت. طيب لما اقول لك سي 5 من الحبل الشوكي، يعني السيجمنت رقم 5 في الحبل الشوكي الفنترال ريماي بتاعتها دي اللي بتكون مين؟ البريكيال بليكسس. يبقى دلوقتي البريكيال بليكسس بتتكون من مين؟ روتس في السباينال كورد، روتس سيجمنت جايه من سيجمنت في السباينال كورد، تمام؟ طيب انهي جزء بالظبط من السيجمنت؟ الفنترال ريماي ولا الدورسال ريماي؟ الفنترال ايه؟ ريماي، تمام؟ كل القصه دي والله ما عليك، لكن انا ايه بس جبت لك كده الموضوع من بدايته خالص، من بدايه المخ والاعصاب والكلام ده، عشان بس تبقى ايه مستوعب كده الدنيا، ولو حد سالك من الدكاتره يبقى انت جايب القصه من اولها. تعالي نعيد القصه تاني. اتكلم في حاجه اسمها بريكال بليكسس، شبكه من الاعصاب بتغذي الابر ليمب.
جايه منين؟ السباينال كورد جايه من منطقه الجري ماتر ولا الوايت ماتر؟ جايه من الجري ماتر. طيب الدورسال هورن بتاع الجري ماتر والفنترال هورن بيطلعوا ايه؟ دورسال روت وفنترال روت، الاثنين بيتحدوا مع بعض بيدوا لي جذع كده اسمه منترنك. المنترنك يدي فنترال ريماي، ودورسال ريماي البريكيال بليكسس بتتكون من الفنترال ريماي. طيب بتاعت انهي يا سيدي سيجمنت؟ بتاعت انهي قطعه في السباينال كورد؟ قال لك سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وتي 1. سي 5 و6 و7 و8 وتي 1 تمام؟ طيب يبقى دي البريكيال بليكسس جايه من الفنترال ريماي اوف من سي 5 لسي 8، من سي 5 لسي 8 واخده معاهم الفنترال ريماي بتاع التي ايه 1 تمام يا دكاتره؟ يبقى ده اول سؤال في محاضره النهارده. هتقول لي البريكيال بليكسس دي جايه منين؟ ديفيرا عصبيه. بريكيال بليكسس يعني ديفيرا عصبيه، الديفيرا العصبيه اللي بتغذي الابر لمب دي منشأها منين؟ الاوريجين بتاعها منين؟ تقول لي من الفنترال ريماي اوف سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 واخده معاهم تي ايه؟ تي 1 تمام؟ طيب بصوا بقى القصه احنا هناخدها في الرسمه دي عشان نسهل الدنيا، عشان الموضوع ايه ما يوسعش مننا وما يبهوأش مننا. طيب فهنبدا كده، دي عباره عن ايه؟ اعصاب. الاول بيبقى جذر كبير خالص اسمه ايه؟ روت. الروت ده بعد كده بيدي حاجات اصغر منه، والحاجات الاصغر منه بتتفرع لفروع، وبعد كده الفروع بتتفرع لفروع لغايه ما تدي للاعصاب اللي هي في الاخر مثلا زي الالنر نيرف، زي الريديال نيرف، زي الاعصاب الصغيره خالص دي اللي هي ماشيه هنا كده وبتغذي ايه؟ بتغذي الابر ليب. يبقى دلوقتي القصه كلها والمطلوب مني ان انا عايز افهم مثلا عصب زي الالنر نيرف جاي منين بالظبط؟ الروت بتاعه جاي منين بالظبط؟ فهي دي القصه بقى، ان انا عايز اعرف ان الالنر نيرف ده مش ما اتخلقش كده لوحده، لا ده كان اصله جذع كبير خارج من الايه؟ من السباينال كورد. الجذع الكبير ده فضل يتقسم لفروع اصغر منه، والفروع تتقسم لفروع، والفروع تتقسم لفروع لحد ما اداني مثلا ايه؟ الراديال نيرف، لحد ما اداني الالنر نيرف. فهي القصه كلها اللي عايز اطلع بيها من المحاضره، الاعصاب اللي انا خدتها دي كلها من اول الابر ليمب واللي لسه هاخدها ان شاء الله في المحاضرات اللي جايه، زي ايه؟ زي مثلا السب سكابولار نيرف، زي مش عارف النيرف اللي رايح يغذي السوبرا سباينيتس، النيرف اللي رايح يغذي اللاتيسماس دورسال، كل الاعصاب دي اصلها كان جاي منين؟ هو ده المطلوب مني في محاضره النهارده، عايز اعرف الاصل بتاع الاعصاب اللي انا درستها جاي منين؟ تمام؟ طيب بص يا سيدي، زي ما احنا اتفقنا كلهم جايين من البريكيال بليكسس. البريكيال بليكسس دي اللي هي طالعه منين؟ من الفنترال ريماي، من السي 5 6 7 8، وبعد كده من الفنترال ريماي بتاع التي 1 اللي هي الثوراسيك رقم ايه؟ رقم 1 تمام؟ طيب ادي اهو سي 5 و6 و7 و8 وتي ايه 1. طيب اللي فوق ده كده اسمه روتس. روتس يعني ايه كلمه روت؟ يعني جذر. الجذر هو الاساس بتاع الايه؟ بتاع البريكيال بليكسس اللي بتطلع منه البريكيال ايه؟ بليكسس. سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وتي 1 اكتب جنبهم ايه؟ روتس، الجذور كده. طيب تبدا بعد كده الروتس دي تتحد مع بعض عشان تطلع لي حاجات اصغر منها اسمها ترانكس. ترانك يعني ايه ترانك؟ يعني يعني مش هنترجم بقى باللغه العربيه تمام. طيب الروتس تديني ترانك. طيب انهي روتس اللي تتحد مع بعض؟ زي ما انا شايف كده في الرسم قال لك سي 5 وسي 6 يتحدوا مع بعض يدوني ترانك، سي 7 يفضل لوحده يديني ترانك لوحده، سي 8 وتي 1 يتحدوا مع بعض يدوني ترانك. طيب سي 5 وسي 6 الروتس دول اللي اسمه سي 5 وسي 6 يتحدوا مع بعض يدوني الابر ترانك. ابر ايه؟ ترانك. سي 7 يديني الميدل ترانك، سي 8 وتي 1 يديني الايه؟ اللور ترانك. تمام؟ طيب كده بقى عندي ابر ترانك جاي من سي 5 وسي 6، ميدل ترانك جاي من سي 7 بس، لور ترانك جاي من سي 8 وتي 1. طيب كده وصلت ان انا عندي ترانكس تمام؟ ابر وميدل ولور. الترانك ده هيبدا يتقسم لاقسام اصغر منه. طيب اقسام اللي هي ديفيجنز، اتقسم يعني. طيب كل ترانك فيهم هيتقسم لقسمين، anterior division و posterior division. anterior division و posterior division. طيب يبقى الابر ترانك اتقسم ل anterior division و posterior division، الميدل ترانك اتقسم ل anterior division و posterior division، اللور ترانك اتقسم ل anterior و ايه؟ division و posterior division. طيب ال posterior division كلهم هيتحدوا مع بعض، كلهم هيدوني كورد. يبقى دلوقتي المرحله اللي بعد الديفيجن اسمها كوردس. كوردس زي حبال، حبال عصبيه. يبقى المنطقة المرحلة اللي بعد الديفيجن اسمها كوردس. طيب أنا دلوقتي وصلت إن عندي أنتيرو وبوستيرو ديفيجن بتاع كل إيه؟ بتاع كل ترانك. طيب
قال لك ان البوستيريور ديفيجنز بتاعت الثلاث ترنكات كلهم هيلمسوا مع بعض ويتحدوا مع بعض ويديني كورد واحد اسمه بوستيريور كورد. ادي اهو البوستيريور ديفيجن بتاع الابر ترنك نزلنا منه ايه فرع كده. البوستيريور ديفيجن بتاع الميدل ترنك نزل، البوستيريور ديفيجن بتاع اللور ترنك، الثلاثه اتحدوا مع بعض البوستيريور ديفيجنز كلهم كونوا لي كورد حبل اسمه بوستيريور ايه كورد. يبقى البوستيريور كورد جاي منين؟ جاي من البوستيريور ديفيجن بتاع كل الايه كل الروتس كلها، تمام؟ طيب او بتاع كل الترانكس كلهم. طيب باقي عندي مين؟ الانتيريور ديفيجنز، ما جيتش جنبهم في حاجه. قال لك الانتيريور ديفيجن بتاع الابر ترانك والميدل ترانك هيتحدوا مع بعض يدوني اللاترال كورد. يبقى مين؟ الانتيريور ديفيجن بتاع اللور ترانك يديني الميديال كورد، تمام؟ يبقى انا دلوقتي بقى عندي في الاخر لاترال كورد وبوستيريور كورد وميديال كورد. البوستيريور كورد ده جاي من مين؟ جاي من البوستيريور ديفيجن بتاع الثلاثه ترانك، الابر ترانك والميدل ترانك واللور ترانك. خلصت منه. اللاترال كورد جاي منين؟ جاي من الانتيريور ديفيجن بتاع انهي ترانك؟ بتاع الابر ترانك والميدل ترانك. الابر ترانك والميدل ترانك الانتيريور ديفيجن بتاعهم هيديني لاترال كورد. يتبقى مين؟ الانتيريور ديفيجن بتاع اللور كورد مش هلاقي حاجه يتحد معاها فيعمل لي ميديال كورد، تمام؟ يبقى دي قصه البريكيال بلكسس. باقي مين؟ باقي البرانشات بتاعه الاعصاب بقى. باقي مثلا الالنر نيرف بيطلع من الكورد ولا من الديفيجن ولا من الترانك ولا من الروت؟ مش عارف الريديال نيرف بيطلع من انهي حاجه فيهم، فاهم؟ يبقى دي شبكه الكهرباء الاساسيه اللي بيطلع منها بعد كده الايه الاعصاب الصغيره اللي انا عارف اساميها. طيب يبقى دي القصه كلها شباب في الرسمه دي. الرسمه دي هتحفظها والرسمه دي هتجاوب منها في الامتحان، عشان انت مش غالبا مش هتعرف تفتكر الا ايه بالرسمه، تمام؟ فحاول كده تربط كده الاسلاك دي في دماغك وترسمها، والمحاضره دي معاك كده الورقه بتاعتها لغايه ايه اخر السنه، تفضل ايه تعيد فيها وتزيد فيها، تمام؟ تعالوا نعيد تاني الموضوع من الاول. دي البريكيال بريكسس بتطلع منين؟ من اول سي 5 لحد ايه تي 1، سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 تي 1. طيب اسمهم ايه؟ اسمهم رودز، الجذور الاساسيه اسمها رودز. طيب الرودز بعد كده تدي ترانك، الترانك يدي ديفيجن، الديفيجن يدي كور. طيب قال لك سي 5 وسي 6 يدي الابر ترانك، سي 7 لوحده يدي الميدل ترانك، سي 8 وتي 1 يدي اللور ترانك، تمام؟ طيب يا كده الابر ترانك يتقسم تو ديفيجن انتيريور وبوستيريور، الميدل ترانك يتقسم انتيريور وبوستيريور، اللور ترانك يتقسم انتيريور وبوستيريور ايه ديفيجن. طيب نبدا نلحم الديفيجنز دي مع بعض. قال لك البوستيريور ديفيجنز كلهم بتاعه الابر والميدل واللور ترانك هيتحدوا مع بعض يدوني حاجه اسمها بوستيريور كورد. طيب يتبقى عندي الانتيريور ديفيجن، قال لك الانتيريور ديفيجن بتاع الابر والميدل ترانك يديني اللاترال كورد، والانتيريور ديفيجن بتاع اللور ترانك لوحده يديني الايه الميديال كورد. طيب فممكن كده يسالك اسئله هنا صغيره، يقول لك يا سيدي الميديال كورد ده جاي من انهي روت؟ خلي بالك مش من انهي ديفيجن ولا انهي ترانك، ده بيقول لك من انهي روت. فانت تبقى عارف الرسمه تقول لي ان الميديال كورد بالراحه اهو جاي من الانتيرو ديفيجن بتاع الروت اللي هو سي 8 وتي 1، يبقى تكتب لي كده جنب الميديال كورد سي 8 وتي 1، تمام؟ يبقى جاي اهو من سي 8 وتي 8 وتي 1. طيب يبقى لو قال لك الروت بتاع الميديال كورد تطلع كده السهم وتبص كده الميديال كورد اهو جاي من الانتيريور ديفيجن بتاع السي 8 والتي 1، حلو قوي. طب لو قال لك البوستيريور كورد الروت بتاعه منين؟ ده البوستيريور كورد ده بياخد من البوستيريور ديفيجن بتاع كله اهو سي 5 وسي 6 وفي نفس الوقت سي 7 وسي 8 والتي 1، حلو، يبقى الروت بتاعه كله. طب لو قال لك اللاترال كورد، بص كده اللاترال كورد جاي من الانتيريور ديفيجن بتاع سي 5 وسي 6 وجاي من الانتيريور ديفيجن بتاع سي 7، يبقى الروت بتاع اللاترال كورد سي 5 وسي 6 وسي 8 وسي 7. فهمت القصه؟ دي بدايه الاسئله، اسئله في الام سي كيو، يقول لك الروت بتاع كذا منين؟ اهو تبص ايه تفتكر من الرسمه. طيب عرفت بقى انت تحششها مثلا اللاترال كورد 567، ايه 567 دي الروت 5 و6 و7؟ عرفت تحششها، عرفت تحششها، حششها، عرفت ترسمها، ارسمها. المهم تعالوا نعيد تاني قبل ما ندخل في الجزء اللي بعد. انا بتكلم عن البريكيال بلكسس، بريكيال بلكسس الروتس بتاعتها سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وتي 1. سي 5 و6 بيعملوا الابر ترانك، سي 7 الميدل ترانك، سي 8 وتي 1 اللور اي ترانك، تمام؟ يبقى خدت اثنين، اول اثنين عملوا لي الابر ترانك واخر اثنين عملوا لي اللور ترانك، واللي في النص فضل لوحده الميدل ترانك، تمام؟
نيجي بعد كده كل ترانك منهم متقسم ليه تو ديفيجنز، واحد قدام وواحد ورا، انتيرو ديفيجن وبوستيرو، انتيرو بوستيرو انتيرو بوستيرو، كل البوستيرو اتحدوا مع بعض عملوا بوستيرو كورد، الانتيرو ديفيجن بتاع الابر ترانك والميدل ترانك عملوه اللاترال كورد، اللور الميديال كورد لوحده من الانتيرو ديفيجن بتاع اللور ايه ترانك. تمام، طيب يا رب تبقى الدنيا ايه بدات توضح. طيب انا كده المرحله اللي بعد كده اسمها برانشز، برانشز يعني الفروع بتاعه الاعصاب الصغيره اللي بتطلع من الكلام ده اسمها ايه، اسمها برانشز. طيب انا بقى عاوز اعرف البرانشز بتطلع من ايه. مبدئيا كده قال لك الديفيجن دي ما بتطلعش برانشات خالص، يبقى الديفيجن بتطلع من الكورد وبتطلع من الابر ترانك بس وبتطلع من الروتس سي 5 وسي 6 وسي 7. حلو كده، يبقى البرانشات الحاجه الوحيده اللي ما بتطلعش برانشات هي الديفيجن. هي مين الديفيجن؟ ما بتطلعش برانشات خالص. طب يا دكتور وضح لنا اكتر. نبدا بالبرانشات اللي بتطلع من الروت. تمام، طيب ده كده قال لك اول حاجه في برانش كده نيرف بيطلع من سي 5 وسي 6 وسي 7 اسمه ايه؟ العصب الطويل ده، فاكرينه كده لما قلت لك عصب طويل بيغذي عضله طويله في نص الصدر كده اسمه ايه؟ لونج ثوراسيك نيرف. قال لك ده اسمه اللونج ثوراسيك نيرف اللي هو النيرف 2 بيغذي مين؟ سيريتس انتيريور، لونج ثوراسيك نيرف. يبقى ده اول برانش، يبقى انا كده بدات اجمع يعني ايه برانشات. يبقى اول برانش بيطلع من الروتس اسمه لونج ثوراسيك نيرف اللي هو نيرف 2 سيريتس انتيريور، بيطلع من انهي روت؟ سي 5 وسي 6 وسي 7. يبقى سي 5 وسي 6 وسي 7 بيطلعوا برانش ايه اسمه لونج ثوراسيك نيرف. قال لك سي 5 لوحده بيطلع نيرف 2 عصب رايح لعضله اسمها اللي هو عارف النيرف اللي رايح يغذي الرومبويدز ميجور وماينور والليفيتور سكابولي، كان في عصب كده بيغذي الثلاثه دول اسمه ايه؟ اسمه دورسال سكابولار نيرف، دورسال سكابولار نيرف صح ولا لا؟ كان اسمه كده دورسال سكابولار نيرف، رايح يغذي الرومبويدز ميجور وماينور والليفيتور سكابولا، طلع منين؟ من سي 5. يبقى ده اللي يتحفظ، ودي اسئله الامتحان هيقول لك كده يا ابني الدورسال سكابولار نيرف جاي منين؟ جاي من سي 5. طيب يا ابني قول لي اللونج فراسك نيرف اللي هو رايح يغذي السيريتس انتيريو جاي منين يا حبيبي؟ قول لي يا دكتور ده جاي من سي 5 وجاي من سي 6 وسي 7 مع بعض. يبقى كده خلصنا الروت، يبقى الروت طلع برانشين بس، واحد من سي 5 اسمه دورسال سكابولار نيرف، واحد جاي من سي 5 وسي 6 وسي 7 جاي من اللونج ثوراسيك نيرف، جاي من ايه؟ من اللونج ثوراسيك ايه نيرف. طيب نيجي بعد كده مرحله الترانك بتطلع برانشات. اه قال لك اه الابر ترانك بس بيطلع برانشين الابر ترانك ده، لكن الميدل ترانك واللور ترانك ما بيطلعوش برانشات خالص. طيب قال لك الابر ترانك ده بيطلع عصبين، عصبين كده، واحد اسمه صب كليفيوس، صب كليفيوس نيرف، والتاني سوبرا سكابولار نيرف، سوبرا سكابولار. يبقى صب كليفيوس وسوبرا سكابولار، حلو، نيرف 2 صب كليفيوس ونيرف 2 ايه او سوبرا سكابولار نيرف. يبقى صب كليفيوس نيرف اللي هو رايح يغذي الصب كليفيوس ماسل و السوبرا سكابولار ايه نيرف، سوبرا سكابولار نيرف. يبقى ده تاني سؤال، تقول لي يا ابن الترانس بتطلع برانشات؟ قلت اه يا دكتور ده الابر ترانك بس اللي بيطلع برانشات. طلع كام برانش يا ابني؟ اثنين برانشين، سب كليفيوس وسوبرا سكابولار، سب وسوبرا، سب وسوبرا، سب كليفيوس وسوبرا سكابولار. تمام؟ سب كليفيوس وسوبرا سكابولار بيطلعوا منين؟ من الابر ترانك. يبقى ده سؤال امتحان يجيب لك كده في الام سي كيو، يقول لك يا ابني الابر ترانك بيطلع كل اللي جاي ما عدا، كل اللي جاي ما عدا، يحط لك السب كليفيوس والسوبرا سكابولار ويضرب لك معاهم الدورسال سكابولار مثلا نيرف. يبقى انت عارف ان الابر ترانك بيطلع سب وسوبرا، سب كليفيوس وسوبرا سكابولار نيرف، تختارهم الاي والبي مع بعض وتسيب الايه الدورسال سكابولار ده بيطلع من ايه؟ من سي 5 لوحده. تمام؟ يبقى الموضوع ايه؟ بدا يتفهم اهو شويه، لكن هو محتاج تكرار كتير. خلصنا الترانك وخلصنا الروت، نيجي الديفيجن. الديفيجن يا ابني بتطلع برانشات؟ لا الديفيجن ما بتطلعش برانشات، الحمد لله يا رب خلصنا منها، حسب الله ونعم الوكيل، وندخل في الايه؟ في الكورد. الكورد ده بقى دي ليلتها ليله، ليلتها ليله، كل واحد بيطلع لي اربع خمس ست ايه برانشات، فركز معايا.
هناخدهم الاول في الجدول ده بعد كده نيجي نرسمهم في الرسم. بص يا سيدي، عندنا لاترال كورد وميديال كورد وبوستيريور كورد. لاترال كورد وميديال كورد وبوستيريور كورد. طيب مش هو لاترال كورد اول كلمه فيه لاترال يبقى بيطلع برانشات، امسك لي كلمه ايه لاترال. طيب اول حاجه كان في عضله كبيره اسمها بيكتوراليس ميجور، فاكرين كان بيغذيها نيرفين، نيرف اسمه لاترال بيكتورال نيرف وميديال بيكتورال نيرف، كانت بتغذى من الاثنين. طيب اللاترال كورد ده بيطلع لاترال بيكتورال نيرف، لاترال ايه بيكتورال نيرف. حلو اهو، تمام. يبقى اول كلمه لاترال كورد لاترال بيكتورال نيرف. طيب ولاترال روت وفي ميديال نيرف، الميديال نيرف ده يا شباب عصب ان شاء الله هناخده، اسمه ميديال نيرف، بيغذي الابر ليمب، تمام. ميديال نيرف، الميديال نيرف ده بيطلع من اثنين كورد، من اللاترال كورد ومن الميديال كورد مع بعض، كل واحد فيهم بيطلع نص من الميديال نيرف. طيب فقال لك اللاترال كورد بيطلع اللاترال روت بتاع الميديال نيرف، وبالتالي الميديان روت هيطلع منين او الميديان روت هيطلع من الميديان كورد. هناخد الوقت. طيب يبقى اللاترال كورد اهو اللي فوق بيطلع برانشات اسمها ايه؟ اول حاجه لاترال بيكتورال نيرف، لاترال روت اوف ميديان نيرف، بعد كده لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم. ركز، لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم يعني نيرف بيغذي الجلد بتاع الفور ارم ده اللي هناخده بعد كده. نيرف بيغذي الجلد بتاع الفور ارم اسمه لاترال كوتينيوس نيرف فور ار. يبقى دلوقتي ثلاثه لاترال طالعين من اللاترال كورد. اول حاجه لاترال بيكتورال نيرف، لاترال روت اوف ميديان نيرف، لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ار. طيب اخر حاجه خالص ماسكولو كوتينيوس. ماسكولو كوتينيوس اسئله مهمه يا شباب في الامتحان، يقول لك الماسكولو كوتينيوس جاي من يا حبيبي اللاترال كورد ولا جاي من الميديال كورد ولا جاي من البوستيريور كورد؟ لا يا دكتور، جاي من الايه؟ من اللاترال كورد. الماسكولو كوتينيوس جاي من اللاترال كورد. وركز في حاجه، خليك ذكي دلوقتي، هو مثلا مش هيجيب لك في الامتحان يقول لك يا ابني يا حبيبي اللاترال كوتينيوس نيرف جاي من اللاترال كورد ولا الميديال كورد ولا البوستيريور كورد؟ ما هو عارف انت لو عندك نسبه ذكاء لو 1% اسمه لاترال كوتينيوس نيرف هيطلع من انهي كورد؟ من اللاترال كورد. مش هقول لك مثلا لاترال بيكتورال نيرف بيطلع من انهي كورد؟ بيطلع من اللاترال برضه. مثلا اللاترال روت اوف ميديال نيرف بيطلع من ايه؟ من اللاترال كورد، عشان هو كلهم لاترال. لكن هيجي يسالك يقول لك الماسكولو كوتينيوس، عشان مفيش في اوله كلمه لاترال ماسكولو كوتينيوس مثلا، لا الماسكولو كوتينيوس بيطلع منين؟ فده اللي تركز عليه، خليك ذكي. الماسكولو كوتينيوس بيطلع من لاترال ايه كورد. طيب يبقى دلوقتي السؤال هنا هيبقى عباره عن حاجتين، يا اما انيوميريت برانشز اوف لاترال كورد، عدد لي البرانشات كلها، تمام، وده في امتحان الريتن في اخر السنه، يا اما يقول لك امسك يوهايا كده يقول لك الماسكولو كوتينيوس بيطلع من انهي كورد؟ تقول لي من اللاترال كورد. طيب لو قال لك انيوميريت تقول لي اللاترال كورد، حط لي كلمه لاترال وطلع منها حاجات، لاترال بيكتورال نيرف، لاترال روت اوف ميديان نيرف، لاترال كوتينيوس نيرف وفور ار، وزود معاهم الايه؟ الماسكولو ايه؟ الماسكولو كوتينيوس، تمام؟ ممكن كده، عارف انت في نوع سجاير كده اسمه ال ام الناس بتشربه؟ ال ام صح؟ اللاترال كورد ده بيطلع ال ام، ال ال ام كلمه لاترال وحط لي الحاجات، لاترال بيكتورال، لاترال روت اوف ميديان، لاترال كوتينيوس، والام بتاعتها الايه؟ اللي هي الماسكولو كوتينيوس. يبقى ايه؟ اللاترال كورد بيطلع ال ام، تمام؟ طيب ال ال ام، ال الاولانيه لاترال، لاترال فيكتورال، لاترال روت اوف ميديان، لاترال كوتينيوس نيرف فور ارم، والام دي ماسكولو ايه؟ كوتينيوس. يبقى ال ال ام دي البرانشات بتاعت مين؟ بتاع اللاترال كورد، تمام؟ مهمه يا دكاتره. طيب نيجي الميديال كورد، حلو قوي، ده شبه التاني شويه، هنا كان لاترال فيكتورال نيرف، هنا ميديال فيكتورال نيرف. هنا لاترال روت اوف ميديال نيرف، هنا ميديال روت اوف ميديال نيرف، يبقى الموضوع سهل اوفر. يبقى فوق ميديال كورد بيطلع حاجات ميديال، ميديال بيكتورال، ميديال روت اوف ميديال نيرف، ميديال كوتينيوس نيرف برضه، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ارم وفور ارم بقى. وفور ارم والارم. يبقى الاثنين زي بعض، ده الموضوع بقى لذيذ اهو. قلنا في الفروع بتاعت اللاترال كورد لاترال وطلع شويه حاجات. لاترال بيكتورال، لاترال روت اوف ميديان، لاترال كوتينيوس نيرف فور ارم. طب الفروع بتاعت الميديال كورد، ميديال وحط نفس الحاجات بتاعت التاني، ميديال بيكتورال، ميديال روت اوف ميديان، وميديال كوتينيوس نيرف فور ارم والارم. حلو، يبقى باقي واحد. في اللاترال كورد كان ماسكولو كوتينيوس. طب في الميديال كورد قال لك النر نيرف. النر ايه؟ نيرف. تمام؟ طيب فده ام سي كيو برضه. هو مش هيمسك الميديال بيكتورال نيرف ويقول لك جاي من انهي كورد؟ ما انت لو عندك نسبة ذكاء خالص أو لو بتعرف تفكر تقول لي حبيبي ده ميديال كورد، ميديال بيكتورال نيرف جاي من أنهي كورد؟ جاي من ميديال كورد. طيب لكن هيسألك يقول لك الألنر نيرف جاي منين؟ الألنر نيرف جاي من ميديال كورد، الألنر نيرف جاي من إيه؟ من ميديال كورد. طيب
تمام يا شباب. فانت كده ايه، ظبطها مع نفسك بقى. يبقى اليو اهو، حرف اليو بتاع الانر مع الايه، مع الميديال كورد. تمام. طيب يبقى ميديال كورد مع الايه، بيطلع الانر ده. يبقى هنا السؤال عباره عن حاجتين برضه، يا اما اقول لك انيوميريت البرانشز بتاعت الميديال كورد فتحط لي الحاجات دي، يا اما اقول لك الالنر نيرف يا ابني بيطلع من ايه، من الميديال كورد. طيب اهم حاجه الماسكولوكوتينيوس يطلع من اللاترال كورد، والالنر نيرف بيطلع من الميديال ايه، ميديال كورد. باقي البرانشات سهل. طيب باقي لنا مين يا سيدي؟ البوستيريور كورد. البوستيريور ايه كورد؟ البوستيريور كورد ركز معايا بيطلع ايه. عندنا سب سكابولار نيرف، كان في نيرف اسمه سب سكابولار نيرف، عندنا منه اثنين ابر ولور. طيب يبقى اول برانشين البوستيريور كورد بيطلعهم ابر ولور سب سكابولار نيرف، ابر سب سكابولار نيرف ولور سب سكابولار نيرف. تمام. ابر سب سكابولار ولور سب سكابولار. طيب وقال لك نيرف تو لاتسمس دورساي، لا تسمس دورساي، وبعد كده اكزيلاري نيرف، اكزيلاري نيرف، وبعد كده راديال نيرف. كل دي البرانشات بتاعت مين؟ بتاع البوستيريور كورد، راديال ايه نيرف. طيب بص كده، لو انا بصيت على الحروف الاولانيه بتاعت الكلام ده كله هلاقي يو ال ان اي ار، اللي هي ملخصه في كلمه ايه، النر. يبقى لو قال لك حبيب البرانشات بتاعت البوستيريور كورد قول له يا دكتور ده في كلمه النر. ايه كلمه النر؟ اليو ابر سبسكابولار ايه نيرف، ال لور سبسكابولار نيرف، الان الثانيه نيرف تولا تسمس دورساي، نيرف تولا تسمس دورساي، الاي اكزيلاري، الار اي راديال، الار اي راديال. طيب يبقى احنا كده خلصنا البرانشات. معلش انا حاسس ان انت دماغك دلوقتي بتفرقع عشان انت اول مره تسمعها، لكن معلش اسمع المحاضره ايه مرتين او ثلاث مرات عشان والله مهمه وبيجي فيها اسئله كتير وانا مش عارف اعمل لك ايه فيها. يعني انا بحاول ايه اظبط لكم الدنيا على قد ما اقدر ونكرر، لكن هي اسماء كتير. تمام. والطريقه دي صدقني احسن طريقه للشرح. روح كده انت اسمع الكليه وشوف يا عم انت هتفهم ايه. تمام. طيب فاحنا هنا بنحاول نبسط الدنيا مع بعض على قد ما نقدر، وهنكرر ونعيد، والموضوع معتمد على الحفظ شويه، فخلي عندك ورقه سميها كده البريكيال بليكسس. احنا كنا عاملين كده لما كنا عندكم في سنه اولى، كان في ورقه كده اسمها بريكيال بليكسس، كنا كل يوم او كل يومين نسال بعضنا فيها، او على الاقل يا سيدي يوم الجمعه والسبت تمسك ورقه البريكيال بليكسس دي تفضل ايه تحفظ فيها. تمام. تعالى نعيد تاني البرانشات بتاعه الكوردز عشان هي اللي فيها ايه حوارات. عندنا لاترال كورد وميديال كورد وبوستيريور كورد. اللاترال كورد البرانشات بتاعته سهله قوي، في كلمه ال ام. تمام. ال ام، ال دي لاترال، لاترال بيكتورال نيرف، لاترال روت اوف ميديال نيرف، لاترال كوتينيوس نيرف اوف ارم، او لاترال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم بس. تمام. والام ماسكولو كوتينيوس، الام ماسكولو كوتينيوس. خلصنا البرانشات بتاع اللاترال كورد. نيجي الميديال كورد البرانشات بتاعته، حرف الام اللي هو ايه كلمه ايه، ميديا. طيب ميديا البيكتورال نيرف، ميديا الروت اوف ميديا نيرف، ميديا الكوتينيوس نيرف اوف ارم اوف فور ارم، باقي واحد، ايه الواحد ده اسمه ايه؟ النر. النر. خلصنا البرانشات بتاعت اللاترال كورد والميديال كورد، سهلين قوي. نيجي البوستيريور كورد البرانشات بتاعته في كلمه ايه؟ النر. كلمه ايه؟ النر. طيب اليو ابر سبسكابولار نيرف، الال لور سبسكابولار نيرف، الان نيرف تولا تسمس دورساي، الاي اكزيلاري نيرف، الار اي ريتال نيرف. يبقى لو جاب لك في الامتحان قال لك يا ابني الراديال نيرف بيطلع منين؟ من انهي كورد؟ من البوستيريور كورد. الايه؟ الاكزيلاري نيرف بيطلع من انهي كورد يا حبيبي؟ من البوستيريور كورد. تمام؟ الابر سبسكابولار، اللور سبسكابولار، النيرف تولا تسمس دورساي، كلهم بيطلعوا منين؟ من البوستيريور كورد. تمام؟ طيب يبقى طبعا احنا المفروض نطلع ايه برانشات كده من هنا ونسميهم بالاسامي دي. تمام؟ طيب بس اذان العشاء بيأذن، فاستنى بعد الاذان ونكمل نشوف بقيه البريكيال بليكسس. طيب يا دكاتره بعد الاذان تعالوا نكمل. بص انا دلوقتي عاوز ارسم البرانشات دي، طلعها من هنا عشان ايه نبدا نوضح الدنيا شويه. نمسك اللاترال كورد ده نطلع منه البرانشات بتاعته. طيب ادي اللاترال كورد، طالع منه مين؟ طالع منه اللاترال بيكتورال نيرف اهو، مثلا ادي اللاترال بيكتورال نيرف. طيب طالع منه اللاترال روت اوف ميديال نيرف، ركز كده في الكلمه دي. تمام. ادي اللاترال روت اوف ميديال نيرف. طيب وطالع منه اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ايه، اوف فور ار. طيب
انا ليه رسمت الثلاثه دول اللي تحت وده رسمته بالجنب كده؟ هقول لك انا اللي انا رسمته بالجنب. انا رسمت اللاترال روت اوف ميديان نيرف. ميديان نيرف تمام، نزل كده الروت كده. ليه؟ عشان ده جاي مش من اللاترال كورد لوحده، ده اللاترال روت بس بتاعه اللي جاي من اللاترال كورد. طيب الميديال روت جاي من الميديال كورد، كونت في الاخر عندي الايه؟ الميديال نيرف. بسالك ليه السؤال ده؟ بسالك السؤال ده عشان هو بيسال احيانا بسيطه لكن احنا نعمل حسابنا. يقول لك مثلا يا سيدي، يقول لك اللاترال بيكتورال نيرف اللي هنا مثلا، لاترال بيكتورال نيرف جاي منين؟ جاي من اللاترال كورد لوحده. طيب اللاترال كورد ده جاي منين؟ طلع كده من انهي روت؟ من سي 5 وسي 6 وسي 7 صح؟ اهو جاي من الانتيريور ديفيجن بتاع سي 5 وسي 6 بتاع الابر ترانك، وجاي من الانتيريور ديفيجن بتاع الميدل ترانك. يبقى اللاترال بيكتورال نيرف الروت بتاعه في الاول خالص جاي من الثلاثه دول سي 5 وسي 6 وسي 7 صح؟ طيب لو سالك قال لك يا حبيبي الميديان نيرف جاي من انهي روت؟ بالراحه كده، الميديان نيرف ده جاي من حاجتين، جاي من اللاترال كورد وجاي من الميديال كورد. طيب اللاترال كورد ده كان جاي من سي 5 وسي 6 وسي 7، طيب الميديال كورد جاي منين؟ جاي من سي 8 وسي 1. الله، ده الميديان نيرف على كده اللي بياخد من اللاترال كورد والميديال كورد ده جاي من كل الروتس كلها سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 1. ايوه، مش اللاترال كورد ده جاي من سي 5 وسي 6 وسي 7 والميديال كورد ده اهو لو طلعت انا كده جاي من سي 8 وفي 1. يبقى دلوقتي العصب اللي بياخد من كل الروتس اسمه ايه؟ ميديال نيرف. يبقى ده سؤال ام سي كيو، يقول لك الميديال نيرف ده بياخد من كل الروتس. بياخد من كل الروتس يا دكتور. ليه؟ عشان ده جاي من اللاترال كورد وجاي من الميديال كورد والاثنين دول بياخدوا من كل الروتس من فوق. تمام يا دكاتره؟ طيب يبقى ده سؤال. تاني سؤال عايزك تعرفه، بص يا سيدي، البوستيريور كورد، ركز كده معايا، البوستيريور كورد ده جاي من انهي روتس؟ البوستيريور كورد ده عباره عن اتحاد البوستيريور ديفيجن بتاع كل الايه؟ بتاع كل الترانك، بتاع كل الترانكس. طيب يعني البوستيريور كورد ده لو انا طلعت كده بصيت ده جاي من سي 5 وسي 6 وسي 7 وسي 8 وسي 1، يعني جاي من كلهم. يعني هل ده معناه ان كل البرانشات اللي طالعه من البوستيريور كورد جايه من كل الروتس دي؟ يعني زيهم زي الميديان نيرف؟ مش ده المفروض؟ قلت لك لا، هنا بقى استثناء، هنا استثناء. قال لك البرانشات اللي طالعه من البوستيريور كورد مع انها جايه المفروض يعني وهميا كده من كل الروتس، قال لك مش كلها بتطلع من كل الروتس، ده واحد بس اللي بيطلع من كل الروتس. قال لك لا، قال لك الوحيد اللي بياخد من كل البريكيال بليكسس من كل الروتس هو ريديال نيرف بس. يبقى ده سؤال، ريديال ايه؟ نيرف. سؤال حفظ، تمام؟ طيب يعني ايه القصه؟ القصه دلوقتي ان البوستيريور كورد ده جاي من كل البريكيال بليكسس صح ولا لا؟ البوستيريور كورد ده جاي من البوستيريور ديفيجن بتاع كل البريكيال ايه؟ بليكسس. فهل ده معناه ان كل البرانشات اللي طالعه من البوستيريور كورد جاي من كل البريكيال بليكسس الروت؟ قال لك لا، قال لك البرانشات كلها ما بتطلعش من كل البريكيال بليكسس ما عدا واحد بس اسمه الريديال نيرف الاخير ده، الريديال نيرف اللي بيطلع من كل البريكيال بليكسس. يبقى انا عندي دلوقتي عصبين، تجميع ايه؟ عندي عصبين بيطلعوا من كل البريكيال بليكسس، واحد الميديال نيرف، اثنين الريديال نيرف. يبقى ريديال نيرف وميديال نيرف بيطلعوا من كل ايه؟ من كل البريكيال بليكسس. كده خلصت البريكيال بليكسس، غالبا خلصت ايه 99% منها، باقي 1% بس هقوله دلوقتي ونبقى خلصناها كلها. تمام؟ طيب تعالوا نعيدها تاني ولا نعيدها في الكبسوله؟ نعيدها في الكبسوله احسن عشان كفايه كده الوقت ايه ما يقلقش. طيب يبقى انا دلوقتي بدات بتقسيمه البريكيال بليكسس الاول، قلت لك فيها روتس وترانك وديفيجن وكورد. الروتس سي 5 و6 و7 و8 وفي 1. الترانك عندنا ابر وميدل ولور. الابر ترانك جاي من سي 5 وسي 6، الميدل ترانك سي 7 لوحده، اللور ترانك سي 8 وفي 1. تمام؟ بعد كده كل ترانك من دول بيتقسم لانتيرو وبوستيرو ديفيجن، انتيرو وبوستيرو، انتيرو وبوستيرو. البوستيرو كلهم بيتحدوا مع بعض يدوني البوستيرور كورد، الانتيريور ديفيجن بتاع الابر والميدل ترانك يتحدوا يدوني اللاترال كورد، الانتيريور ديفيجن بتاع اللور كورد لوحده يديني الايه؟ الميديال كورد. تمام؟ بعد كده بتبدا تطلع برانشات. انا كده بعيد المحاضره ومع اني قلت عادة في الكبسوله. طيب عندنا سي 5 بيطلع برانش اسمه دورسال سكابولار نيرف، دورسال سكابولار نيرف.
سي 5 و6 و7 بيطلعوا برانش طويل اسمه لونج ثوراسيك ايه؟ نيب. تمام؟ طيب بعد كده الترانكس بتطلع برانشات؟ لا، الابر ترانك بس اللي بيطلع برانشات، بيطلع صب وسوبرا، صب وسوبرا، صب كليبيوس وسوبرا ايه؟ سكابولا. يبقى يقول لك الصب كليبيوس وسوبرا سكابولا طالعين من انهي ترانك؟ طالعين من الابر ترانك اللي هو جاي من انهي روت سي 5 وسي 6. تمام؟ طيب الديفيجن بتطلع ما بتطلعش. بعد كده البرانشات اللي طالعه من الايه؟ من الكوردز. عندنا اللاترال كورد قلت لك ال ام، ال ال ام لاترال بيكتورال نيرف، لاترال روت اوف ميديان، لاترال كوتينيوس نيرف فور ار، والام دي الماسكولو كوتينيوس. الميديان نفس البرانشات اللي كانت في اللاترال نقلبها ميديان وزود معاهم الالنا نيرف. البوستيريور كورد في كلمه الر، ابر سبسكابولر، لور سبسكابولر، ونيرف تولا تسمر دورساي واكزيلاري وراديان. مين النيرفين اللي بيطلعوا من كل البريكال بلكسس؟ ميديان نيرف وراديان نيرف، ميديان نيرف وراديان نيرف. تمام يا شباب؟ طيب بص كده للايه؟ للرسمه، الرسمه دي بتاعت الايه؟ ادي الدماغ من فوق اهي، ادي عينه وبقه وبتاع، وادي رقبته. تمام؟ طيب فاكرين كده في درس الاكزيلا انا كان عندي قناه بتوصل بين الرقبه، تمام؟ السيرفايكال ريجن والاكزيلا، تمام؟ كان القناه دي اسمها ايه؟ سيرفايكو اكزيلاري كانال، فاكرينها سيرفايكو اكزيلاري ايه الكانال؟ طيب ان شاء الله هناخد في النك، في النك، في الهيد والنك باذن الله، ان احنا عندنا النك دي الرقبه دي متقسمه مناطق، متقسمه مناطق، المناطق دي على شكل مثلثات، ففي مثلث ورا بوستيريور ترانجل وفي انتيريور ترانجل، تمام؟ فدلوقتي البريكيال بلكسس دي بتعدي في المثلث اللي ورا اسمه بوستيريور ترانجل، اسمه بوستيريور ترانجل، هنا كده في الحته دي بالظبط، تمام؟ البوستيريور ترانجل فوق، بعد كده ينزل لتحت السيرفايكو اكزيلاري كمان، بعد كده الاكزيلا، خط كده مستقيم. هنا بوستيريور ترينجل بتاع النك، ننزل لتحت سيرفايكو اكزيلاري كانال، بعد كده تحت خلص الاكزيلا. تمام؟ طيب بص للرسمه دي، انت عندك في الرقبه في عضلتين اسمهم سكالينيوس، سكالينوس، سكالينوس انتيريور وسكالينوس ايه ميدياس. بص كده الاثنين الحمر دول، سكالينوس انتيريور وسكالينوس ايه ميدياس، سكالينوس انتيريور وسكالينوس ايه ميدياس. طيب قال لك ان الروتس بتاعت البريكيال بلكسس، دلوقتي ممكن يسالك سؤال يقول لك يا ابني هل البريكيال بلكسس بتطلع من الابر ليم؟ تقول لي مش كل البريكيال بلكسس بتطلع من الابر ليم، لا ده في شويه من البريكيال بلكسس او جزء من البريكيال ده في جزء من البريكيال بلكسس بيطلع من ايه؟ من النك، من الرقبه. ازاي بقى؟ هقول لك. شايف العضلتين اللي موجودين في الرقبه اللي اسمهم سكالينس، سكالينس انتيريور وميدياس اللي موجودين في الرقبه؟ قال لك بينهم بيطلع الروتس، بينهم بيطلع الروتس بتاعت مين؟ بتاعت البريكيال بلكسس. طيب بعد كده ندخل على البوستيريور ترينجل اللي ورا ده، المثلث اللي ورا بيدخل فيه الترانكس، يبقى دلوقتي الروتس جايه من بين العضلتين اللي اسمهم سكالينس انتيريور وسكالينس ميدياس. بعد الروتس تدي ترانك، ترانك ماشيه فيه البوستيريور ترينجل، بعد كده في ناحيه الكلافيكل كده، ناحيه الكلافيكل، تمام؟ السيرفايكو اكزيلاري كانال. بص يا شباب السيرفايكو اكزيلاري كانال دي زي ما اتفقنا كانت عباره عن مثلث، تمام؟ الحدود بتاعتها عباره عن مثلث، من قدام في الكلافيكل، من ورا في الابر بوردر بتاع الاسكابولا، ناحيه الميديال في الايه؟ في الريبس، الفيرست ريب. طيب قال لك ان عند السيرفايكو اكزيلاري كانال دي بالظبط بيدخل مين؟ بيدخل الديفيجنز، بيدخل الديفيجنز، تمام؟ طيب يبقى الديفيجن بتعدي فين في السيرفايكو اكزيلاري كانال؟ دي الوحيده اللي بتعدي في السيرفايكو اكزيلاري كانال. طيب خلصت الديفيجن، ندخل على الاكزيلا. الاكزيلا بيمشي فيها الكورد، تمام؟ الاكزيلا بيمشي فيها الكورد، يبقى الاكزيلا دي اللي تبع الابر ليمب، يبقى انهي جزء من البريكيال بلكسس بيمشي في الابر ليمب؟ مين؟ الكوردز. طيب تاني، يبقى دلوقتي انا عندي فيها عضلتين سكالينس انتيرو وسكالينس ميدياس، بيطلع ما بينهم الروت بتاع مين؟ بيطلع ما بينهم الروت بتاعت الايه؟ بتاع البريكيال بلكسس. طيب نيجي بعد كده بوستيريور ترانجل، المثلث اللي ورا بتاع الرقبه، بيطلع منه الترانس، الديفيجن في سيرفايكو اكزيلاري كانال، بعد كده الكوردز في الاكزيلا نفسها. وكده خلصت محاضره البريكيال بلكسس يا شباب، محاضره معلش كانت كبيره فيها معلومات كتير، لكن ان شاء الله تبقى سهله، تبقى كل حاجه فيها اتفهمت، وباذن الله اي حد يسالكم فيها تجاوبوا، لكن بالله عليكم ده ضميرك بقى بينك وبين نفسك، وانا عملت اللي عليا بقى انت تعمل اللي عليك، اللي عليك ان انت تذاكر كذا مره وتعيد وتزيد، واللي عليا ان انا افهمك واحفظك، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا افهمك، حاولت على قد ما اقدر ان انا اعيد كتير، الباقي بقى عليك ان شاء الله، فاعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا يكرمك، وبالتوفيق يا دكاتره، السلام عليكم.